حفص الشرقاوي. النهارده زي ما انتم شايفين في الصوره معانا كابتن ميسي، بس ميسي المصري. معانا اسلام بطاح، شبيه طبعا النجم العالمي ونجم الارجنتين والنجم ميسي، اللي هيحكي لنا يعني كواليس جمعت بين ميسي الاصلي وميسي المصري. احنا برحب بيك على اليوم السابع كابتن اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايمان، واهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومشاهدين اليوم السابع. احنا يعني في صوره كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بلقاء بيجمعك بين انت طبعا شبيه ميسي وبين كابتن ميسي، كابتن نجم نادي الارجنتين ونجم كره القدم. لو تحكي لنا كده عن كواليس اللقاء اللي جمعتك بينك وبين كابتن ميسي. والله هو في البدايه طبعا احب اعرفكم بنفسي، انا اسلام بطاح. طبعا ظهرت من فتره على مواقع التواصل الاجتماعي من سنتين، وطبعا كان طموحي برضو من طموحاتي ان انا اقابل طبعا اللاعب العالمي ليونيل ميسي، وهي جت كده والله من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس كلموني اسلام في عندك شغل في السعوديه، تمام. طبعا انا رحت هناك على شغل كان زي اعلان او كده، تمام. فطبعا انا رحت هناك كان ميسي وكان جاي فكنت يعني استعانوا بيك كدوبلير للنجم في الاعلان ده. تمام. فطبعا انا رحت السعوديه، ماشي. كان هدف الوحيد الاول طبعا عشان خاطر الناس ما تقولش حاجه، كان هدف الوحيد قبل اي حاجه، ماشي، ان انا اعمل عمره. الحمد لله ربنا كرمني وعملت عمره. وتاني حاجه كنت ان انا لازم اقابل طبعا ميسي واخد معاه صوره، لان هي كانت هتفرق كتير جدا 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 طبعا في مسيرتي وفي حياتي. فطبعا هو ميسي كان في فندق في جده، جالي التليفون هو في فندق في جده، فندق في المكان الفلاني، فانا كنت في فندق جنبه، فاخدت السياره وطلعت على هناك، ماشي. نزلت استاذنت اداره الفندق ان انا اخد صوره المترجم بتاعه. كان كده ايه يعني، انت اول ما رحت الفندق وقالوا لك ان في يعني انت طلبت طبعا تطلب طلبت ان انت تقابل كابتن ميسي وهو وافق، فاحكي لنا كده التفاصيل جت ازاي. واول ما شافك ميسي الحقيقي وشاف الشبه اللي ما بينك قال ايه وملامحه، احكي لنا التفاصيل بالظبط. والله هي الصوره معبره عن كل حاجه، يعني الصوره يعني هو اول طبعا انا ما اتكلمتش معاه هو، لان انا طبعا ما جيتش اللغه الاسبانيه، تمام. بس كان في مترجم ما بين كان في مترجم طبعا هو اللي اتكلم. انا استاذنت اداره الفندق الاول، وبعد كده لان كان الموضوع طبعا في حراسه مشدده فاستاذنت اداره الفندق. جه طبعا بعض الناس قالوا لي طيب هو اللي هو طيار، تمام، وفي الغالب ان هو نازل دلوقتي. فانا قلت تمام، انا عندي خلفيه بالموضوع ده، بنزل بحاول بس ان انا اخد معاه صوره، لان انا يعني ده حلو. فطبعا الناس تقبلوا الموضوع واتكلموا مع المترجم بتاعه، وانا اتكلمت معاه وقلت له بس انا حابب اخد صوره، فقال لي خلاص تمام ماشي بتدخل بتكلم معاه. المهم دخلت، اول ما دخلت عليه كده فهو بيبقى عمال يبص ليا كده وكده، فلقيته ضحك. لما ضحك كده فبيقول لي المترجم معنى كلامه يعني ان هو ان انا اطول منه، ان انا اطول منه شويه يعني، تمام. فطبعا انا قلت المترجم انا حابب اخد صوره. طبعا صورت انا وهو في الفندق هناك، اخدت صوره واحده، تمام. وطبعا انا قلت انا مش هنزل الصوره دي الا لما هو ياخد كاس العالم. طيب احكي لنا يعني، طبعا زي ما انت قلت هو ابتسم لما شافك، ما قالكش مثلا يعني اي تعليق مثلا على الدقن او تسريحه الشعر يعني؟ لا، هو اللي كان اللوك كانوا هم هناك كانوا ظابطين اللوك، يعني اللي هو انت كنت لابس لبس الرياضي بتاعه ولا كنت لابس لبس العادي كاجوال؟ لا، كنت لابس لبس كاجوال عادي يعني. يعني ما رحتش مثلا لابس؟ لا، هو التصوير كان كله كاجوال هناك، يا كاجوال يا كلاسيك، كان التصوير كله هناك يا كاجوال يا كلاسيك. تمام. فطبعا انا لما اخدت الصوره وكده انا قلت انا مش هنزلها لما هو ياخد كاس العالم.
انت وعدته ان انت مش هتنيه. الصوره دي كانت من كام، من فتره قد ايه؟ من 3 شهور. من 3 شهور يعني اللقاء ده كان من 3 شهور، وانت يعني اديت وعد ان الصوره مش هتنزل غير لما يعني انت تعتبر بشرته ان هيكون بطل العالم. انا قلت انا مش هنزل الصوره لما المترجم، انا مش هنزل الصوره ما هو ياخد كاس العالم. بس طيب كلمني بقى عن كواليس متابعتك لي اثناء طبعا مونديال قطر. هو يعني ما شاء الله يعني كان متألق جدا وهو يستحق ده، فاحكي لنا عن كواليس ومتابعتك، وكنت يعني زي ما انت بتقول كده من 3 شهور متنبئ ليه انه هيكون نجم المونديال. بص هو حضرتك انا من بدايه كاس العالم انا في عندي ريكوردات انا بعتها لناس، ماشي، لاخواتي من بدايه كاس العالم، من يوم ماتش السعوديه والارجنتين، وانا قلت لاخواتي في ريكوردات كده، ماشي، البطوله ارجنتينيه، هم يقولوا لي لا ده انت شفت النهارده السعوديه عملت ايه، قلت لا ده ماتش، كل ماتش وله ظروفه. تمام. وحكيت السيناريو اللي هيحصل في كاس العالم كله في ريكورد وقته من بدايه المونديال. حكيت السيناريو اللي هيحصل كله في كاس العالم، ومين اللي هيطلع ومين اللي هيكمل، ماشي، في ريكورد مدته 2:40. لما كانت الارجنتين بتفوز وكان بيتالق كابتن ميسي، انت اكيد كان بيحصل يعني معاك يعني حاجات تانية، احكي لنا الكواليس. طبعا انا بقيت طبعا فرحتي طبعا دي حاجه ما تتوصفش، والناس بقيت الاقيهم يدخلوا يكلموني مبروك يا عم، مليون مبروك، ايوه كده، ومش عارف، كان انا اللي كنت بلعب. والله العظيم انا عايز اقول للناس يعني طبعا انا بشكر كل الناس الاول اللي هنوني او اللي شاركوني فرحتي في مكسب ميسي بكاس العالم، ماشي. كم التليفونات وكم المكالمات اللي جالي يوم ما ميسي اخد كاس العالم، يعني قسما بالله انا كنت حاسس ان انا اللي اخدت كاس العالم من كم الناس. انا اليوم ده لحد الصبح انا ما نمتش، ناس تتصل بيا بره وهنا مبروك، والناس طبعا بعض الناس لما نزلت في الشارع يوم مباراه المونديال بقى ايه اللي حصل معايا؟ لا ده انا كنت في اليوم ده انا كنت في البلد جنب مننا، ماشي، كان عندي شغل هناك، وطبعا انا كنت بجري عشان الحق اقعد اتفرج على الماتش، كنت جايب بسرعه عشان خاطر الحق اتفرج على الماتش. فبعض الناس في البلد دي وقفوني، طبعا انا مش عايز امشي، تمام، وقفوني، لا والله ابدا مش انت، لا انت اللي كنت، انت اللي بتنزل الفيديوهات، انت اللي بتعمل، انت اللي كنت طلعت في قناه كذا، انا صور. طب ماشي، طب انا عايز الحق الساعه 5:15 وانا عايز الحق اروح اقعد اتفرج على الماتش. طيب الموضوع كان خلاص يعني. المهم اخر ما زهقت منهم رحت جاري كده اخدت توك توك، قلت له يلا بس وديني المكان الفلاني عشان عايز بس الحق اتفرج على الماتش. نرجع تاني لكواليس طبعا الصوره او اللقاء اللي جمعك بين كابتن ميسي. انت كنت متوقع ان انت في يوم من الايام يعني هتقابل كابتن ميسي؟ والله انا بصي انا كنت طبعا كان املي في ربنا سبحانه وتعالى كبير، انما انا ما كنتش متوقع ان انا هقابله، الا ان انا مثلا كنت بقول انا هعمل مثلا اخلي حد يبعت لي دعوه اروح فرنسا واقابله هناك. ده كان اقصى طموح. يعني انا كان اقصى طموح ان انا كنت بقول هخلي حد يبعت لي دعوه اروح اقابله هناك في نادي باريس سان جيرمان، فده كان كنت بقول مش هعمل حاجه غير كده، يعني اشوف حد مثلا ان هو يبعت لي دعوه من صحابي او قرايبي او كده واروح، يا يعني اما انا اعمل مثلا اخلص انا اجراءات واروح انا هناك لان عشان اشوف. سبحان الله، يعني هي جت كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. تليفون جالي، استاذ اسلام معاك فلان فلاني، قلت له اهلا وسهلا، قال لي احنا عايزينك في تصوير اعلان في المملكه العربيه السعوديه مع ميسي. ما كنتش مصدق انا. طبعا بس والله يا جماعه اللي انا عايز اقوله امشي بما يرضي الله وتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا والله هو اللي يوفقك كل امور حياتك، اقسم بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الايه دي يعني بص امشي بها في حياتك هترتاح ان شاء الله. طيب انت ان شاء الله يعني طموحك في الفتره الجايه هيكون؟ والله هو الحمد لله يعني هو ممكن يكون الموضوع ده يعني عاد عليا بايجابيات كتير جدا جدا في حياتي،
على قد ما هو مثلا تعب الواحد في ان مثلا قله نوم، وان انت مثلا ممكن بيجي لك تصوير كتير، ممكن بيجي لك مثلا شغل اوردرات كتير ما بتعرفش تنام، ممكن تكون لسه داخل البيت تلاقي تليفون جالك ان انت هتتحرك الصبح بقالك مثلا 3 4 ايام بره البيت. احترفت مجال الاعلانات ومجال الفن. بس عشان الناس اللي مش متابعه تبقى فاهمه ان انت يعني سلكت الطريق ده 4 ايام بره البيت. احترفت مجال الاعلانات ومجال الفن. بس عشان الناس اللي مش متابعه تبقى فاهمه ان انت يعني سلكت الطريق ده يعني من وقت ما انت ظهرت كشبيه لكابتن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا انا في الفتره اللي فاتت اشتغلت في اعلانات كتير، واشتغلت في شغل كشبيه لميسي ولا كشاب يعني ليه ملامح وسيمة؟ لا في بعض الناس اشتغلت معاها كشبيه لميسي. يعني الاغلب الشغل اللي اشتغلت ان انا كشبيه لميسي، انما باقي بشتغل بالكاركتر بتاعي يعني. طب والفتره الجايه ناوي تكمل بانهي كاركتر؟ لا الفترة الجاية بقى خلاص احنا اخدنا اللي احنا عايزينه، الصورة اللي انا كنت عايزها الحمد لله ده فرقت معايا كتير. يعني انا عايز اقول لك الحمد لله كم الاتصالات اللي جه من بعد انا ما اعلنت الصورة دي، الناس اللي كلموني عايزين كذا، عايزين نشتغل مع بعض في كذا، عايزين نشتغل مع بعض في كذا. فان شاء الله بكمل انا زي ما انا يعني في بنفس الكاركتر اللي هو شبيه ميسي. ان شاء الله ربنا يوفقك، واحنا بنتمنى لك التوفيق من خلال اليوم السابع. احنا كنا معاكم من الشرقيه ايمان مهنا، والتقينا باسلام بطاح المعروف طبعا بمس المصري، اللي حكى لنا كواليس اللقاء اللي جمعه بينه وبين نجم الارجنتين ونجم كره القدم في العالم النجم ميسي.